ولدي كان تعرض لواحد الحادثة سير مميتة هو الصديق ديالو في 2018، وبقى القضية لازالت جارية بالمحاكم. وهذاك السيد اللي قتل هاد جوج ديال الشابين مقتبل العمر ما خداش الجزاء ديالو، تقدم وما تسحبتش منه الرخصة السياقة، وما دارش تحت الحراسة النظرية، حيت هذاك السيد المتهم هذا اللي حيت كنت تاخذ في حقه القانون ديك الوقت، ما كانش غادي يقتل هذا الشاب هذا عاوتاني، هذا بدر، هذا الدكتور الباحث اللي ضاعت فيه المملكة المغربية. هذا السيد كون حيت هذه المسطرة لقينا فيها ثغرات، هذاك السيد أشت ما تعاقب لوالو، خلص غرامة 7500 درهم وخرج وبقى زيد في الطغيان ديالو. وانا راه عندي اليقين وعندي الثقة في القضاء على انه باذن الله المسطرة راه غادي ان شاء الله غادي تبدا من جديد، واي واحد متورط في هذه القضية انا غادي نتابعه باذن الله. اش غادي نقول لك، حسب المعلومات اللي توصلنا بها على انه ربما من الاغنياء ديال البلاد، وعنده واحد امه شوية كتدافع عليه شوية، ما غاديش ندخل معك بالطرق باش كتدافع عليه. والحمد لله والشكر لله، انا عندي الثقة في القضاء على انه راه غادي تحقق، غادي تاخذ في حقه القانون.